معلمي الجيش وضمن خطة التفتيش لعام 2020 يستمرون بتنفيذ واجبات التفتيش لجميع مفاصل وزارة الدفاع. من بغداد، إعلام وزارة الدفاع يرافق لجان المفتشية العسكرية العامة خلال الواجب الخاص بتفتيش قيادة عمليات الجزيرة ضمن محافظة الأنبار. ابقوا معنا. باشرت المفتشية العسكرية بتفتيش قيادة عمليات الجزيرة خلال الفترة من 23 شباط لغاية 27 شباط. كان التفتيش للقيادة هو تفتيش تعليمي للقيادة والوحدات المرؤوسة وكذلك لواء مغاور القيادة. جوانب التفتيش راح يبدي عمل المقر، وكذلك عندنا جانب تدريبي، واللي ايضا الجانب التدريبي ينقسم الى جانب التدريب البدني والرمي والتدريب العسكري، اضافه الى الجانب الاداري وكذلك الجانب الفني، وكذلك الجانب المهم هو العمل الاختصاصي. تم تفتيش اللواء المغاوية تفتيش سادات قتالي بكافة الجوانب، وأهم الجوانب جوانب عمل المقر والاستخبارات والأمن والقانونية والإدارة والميرة، وجانب الرمي وجانب التدريب البدني والجانب الإداري. لوحظ هناك اهتمام واضح من قبل اللواء المغاوير بكافة الفعاليات القتالية، واهتمام واضح كذلك بالجانب الفني والجانب القتالي. اليوم التفتيش راح ننهيه بال يعني الاجتماع الختامي والاجتماع التحليلي،
وراح نعطي تقييم ونرفع على المراجع بين اهم المعاذر واهم التوصيات اللي راح تساعد هذه القياده في انجاز واجباتها. هذا التفتيش ساهم برفع القدره القتاليه لكافه القطاعات بشكل كبير جدا، وايضا تعلموا الضباط والمقاتلين الموجودين دروس في المهاره والرمي والادامه وكل فنون القتال الموجوده. احنا نتمنى دائما تستمر هذه التفتيشات. ويبقى التفتيش أساساً لرفع الجاهزية وتنفيذ المهام واستمرار العمل بحسب الأسس والسياقات التي يجري التفتيش وفقها من قبل المفتشية العسكرية العامة من قيادة عمليات الجزيرة لإعلام وزارة الدفاع فائق العطواني.